حقيقة من يتابع الوضع السياسي في اليمن يدرك أنه الرئيس علي عبد الصالح كان قيادي عسكري وسياسي من الطراز الرفيع. اختلفت القيادة السياسية، اتفقت مع هذا الرجل لأنها مجتمعة تؤكد دائما في حياتها السياسية أن الرجل كان يملك كاريزما خاصة، يملك حضور واسع، كان لا يضطهد معارضيه السياسيين إلى النهاية أو يفنيهم، لا بالعكس كان يحارب الأطراف السياسية المعارضة له، لكنه سرعان ما يتصالح معها، وبالتالي استطاع خلال 33 سنة أن يلعب على مستوى أطراف، أن يتصالح مع أطراف، أن يتعادل مع أطراف، أن يتساهل مع أطراف، أن يسير العملية السياسية مع أطراف أخرى، وبالتالي استمرت العملية السياسية وفق التوازنات محدودة أو متفاهمة هو الدرع بها. لكن خلال الماضي أو ربما خلال العقود الماضية أو حتى أطراف سياسية أخرى فشلت في عملية التوازن السياسية مع الخصوم، مع اللاعبين السياسيين، مع المناطق، مع الأحزاب، مع الكيان السياسية. أنا يحدثني خلال السنة الماضية مسؤول عسكري من عدن قال لي هل تصدق أن علي عبد الصالح كان لا ينام إلا حينما يجري أكثر من 20 اتصال بمسؤولين في المهرة، في سيئون، في سقطرة، في المخا، في نارب، في دمار، في الجوف، في عدن. تخيل حجم التواصل لرئيس الدولة لا ينام إلا حينما يتصل على كل المسؤولين أو أغلب المسؤولين. هناك ديناميكية كبيرة كان يملكها الزعيم الراحل، منحته قدرة معرفة المناطق. أتذكر أنه يحكي لنا شيخ من أبيض أن علي صالح زار منطقة شقرة تقريبا في عام 1997، ثم جلس مع أحد المشايخ في المنطقة، ومن ثم أخذ علي عبد الصالح يشرح لشيخ المنطقة تفاصيل المنطقة، قبائل المنطقة، شخصيات المنطقة، أعيانها، قياداتها. حالة في الإلمام هذه إلى حد كبير منحت على عبد الصالح أنه يدرك أو يفهم تفاصيل المجتمع اليمني، خصوصيات المجتمع اليمني، طرق التعامل مع منطقة عن منطقة أخرى. كل هذه الأشياء كانت إيجابية وداعمة في أنه يستمر في الحكم. كان يفهم خصوصية نارب أنها تختلف عن خصوصية مثلا تاز، خصوصية عدن أنها تختلف عن خصوصية. طبعا مختلفة، مزاجهم مختلف في كل منطقة.